كنت الجيش ملهوني، كنت مروحة مجمعة استحقوني، خسرت الوقت في عباكو موجدوني، في بالي جاي نفذ طلعوا يحبوا يحانتروني. متاع هذا نحنا تاو هكا اطلع في الكهرباء عطينا المفيد، متاع هذا نحنا تاو تتسكع يطلع في الكهرباء. ريت كي تشديت على باس الحكاية عندك فيها رايمي، على باس بحت من الناس البيعات دي فيها باي، دونك خلنا فهموا بعضنا خير ولا تلقى والخير طاو نلقى وما خير، شوف شنو بشي يصير يا تلقى والخير طاو نلقى وما خير. ودي تحكي لي كيفاش سبعة من ستاش 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 سبعة من ستاش 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 نجري جيت عزة صفا توحشتك حتى انا توحشتك صفا تبع اسمع سليم خذ لي قهوة ولا جو ولا ليني نحب لي هاي عتبت لي روحك سمنا رش نحس روحي جيعانة نحب نكل حاجة كريب لي سليم نكره كريب شي هي بيتزا ولا صحن تونسي سمنا رش اخترنت اخترنت باي استاذ ربي يالونجي الانجي عزة عندي حق الانجي ما قلت لي كنت تخدم بلا مرة مع كزوز يا عزة اختاني من كزوز امان ولا هل تولى خلصونا ولا هل تولى خلصونا بي تو خلصينا مش مشكلة عزيزي توحشتني طب ما بعد توحشت روح يمين اجبك ما عاش تسأل علي ما عاش هكا اللي هي بيا كي ما قبل حتى القلوب ما عاش تبعث لي يا حسر على قلوب كي كان جليل في الحماس كنت نغرف وحدي ونجيب لك تيزي من البليدة نقصد قلوب حمراء مش بيضة عجبتك بس حماس اي الو اي انا مسلم في قهوة العادة ايجا بيان سور اي لي ميساج اختي تجي طبعا بعد ما قلت لها تشاور فايا بي وين القهوة اهم شي اهم شي استيل привет نعم جيرك اريد أن أزور مريضا هنا شنو هو اسمه؟ حسن حسن ممنوع أريد أن تطمئن على صحتي يا منجمش ممنوع إنه قريبي مسيو ما تلحش علي ممنوع منجمش هيا هاني جيتك هيتش عندك حبيت نكمل كلامنا بتاع المرة اللي فاتت في بالي كمان ايه كلامنا الكل لا تفكرت حكاية واحنا صغار حبيت نحكيها لك تذكر وقت اللي كسرت الفاز وقت خفت برشا انت اما قعدنا نضحكوا برشا نهارتها واحنا نفطروا جيسي الهادي قالت كملوا تفطروا وتقولوا لي شكون اللي كسروا الفاز عاد انا كنت باش نقول له وانت قلتي لي استنى قعدت تاكل بالسيسه لين هو نسيها الحكايه اذكي عليك من وقتها هنا ماشي للكلينيكا شنو احوالو عارفك مريض اما ارجو من عارفك تعرف اش قاعد نعمل انا توا قاعد نعمل كما عملت مع عمل هادي وقت اللي تكسرت الفاز انا توا قاعد نلهي فيك
وأليكساي مشى للكلينيك وهو كما عارفك توا. تعرف شنو اللي عجبني فيك؟ اللي انت من فاس الفاز مش في بالك اذكى مني. اهبط قاسم اهبط. مئة مرة نقول لك راهي الحكاية نتاع البنات هذيك راهي خاطيتني يا عز. ولا لقيتهم في البيت. بيت شنو؟ بيت العمليات، ما ساعات نعملوا دي زوبيراسيون نستحقوا دي زانديك هذاك عليه. هذي الكل خدمتك وما عندكش حق ألونجية. يا أخي تتخيلني بهلولة باش تقعد ديما تحكي لي في نفس الكذبة كنت ليه تخدم. مانيش بوها ليا راهو. مش على خاطرني نحبك راهو سليم. كيفاش باش نصدقك هنا توا مرة أخرى؟ عسليمة أقعد أقعد خلينا نعرفك على سليم. تعرفوا بعضكم؟ صافا سليمة. صافا بس. أخرج أخرج. حاشي بيك. ما عاد فيه ما شيء. في قهوة تحاوس ما يزيكش الألعاب اللي تلعب فيهم تحب تدور لي على أختي. والله ليه والله ليه راني جيت وأنا في قهوة معاها جيت نجري من الخدمة والله صدقني جيت نجري من الخدمة. بي 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 اسمعني الألعاب نتاعك تو نحكيو فيهم بعد سينو أختي في عينيك. بي تفضل نعرفوا بعضنا. شخص مين شكونك؟ فعل الخير. تحب برشا حاجات. راي اختك راهي في عينيا بالحق في عينيا تهنى عليها والله تهنى عليها. تبعني سينو على وحده ران بي. والله 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 ماذا متفاهمين فيها ديما متفاهمين فيه ديما متفاهمين فيه ما بربي ما انتم بعض بربي تم بعض من بعض مسير من بعض ارجع من بعض. شرب قهوه سنين مرحبا. خويا شنو عم بحذاه؟ شبي مخك خام قاعد نتعرب. هاي شش شش مرحبا بسلومه مرحبا. توحشتك يا ولدي. متخافش متخافش. دي وينك يا الغيبه؟ شنو ملي سرقوه ما زاروه من نهار اللي لعبت لي بالكارت والبيس ضبطه ها حتى في قاعده الحومه ما عادش تقعد. اما زايد ولد الفارج يا حفار ولد الكلب يجي نباح. بوك سرقها للرواسه وانت سرقت من عندي انا. عائله تشرف. ها انت حبيت تحكيها قدام الحكايه غايه. حبيت ننورها. هاك معايا عاد هاك معايا. هاي تاخذ مصروفك وتخرج منها. هاك معايا قلت لك هاك معايا. انا معاك انا معاك. هاي مبروك يا بابا. هاي اسمعني وليدي. انت مش كنت تفيق على وضعكم وترجع قضيه الناس اللي سرقتوها خير من ابوك يمنع من الموت ومنه انت تدبر زوز فرنك تلم بيه ما تحفونا. سليم ما شو الحكايه شكون السيد؟
عزة جاوك بيه. مرسي عليك وما الأمور ولات واضحة تاو علخ. شنو الأمور؟ رجلينا؟ تحبك تركز مليحة؟ ما تفلت حتى شيء. هوني زي تشوف الحكاية. كالعادة أنت البس البادج متاعك. كيف باش تعملون؟ هاي اللي هي اختار شربك، اختار قضيتك. التستر على مجرم هارب من الحبس في حالة فرار واحتساء قهوة مباشرة معه، وإلا خيانة أم دولة. شنية؟ كيفاش تحكي؟ فاش نحكي؟ هو حق سامحني بربي ثبتشي سليم قهوته يشربها بطبع ولا زوز، خاطر معلومة مهمة برشا. طبع فيها شكيبة؟ العياط والزياط لا. قلت لك راهو حسن يحكم في حبس كامل بسبعه. قلت لي انساه. واحد داخل ميت من روسيا وهو حي. قلت لي انساه. دجاجة عنده علاقة مباشرة بالروسي هذا، وهذه معلومة طيحتها في اللونغار، وعنده علاقة ديريكت اللي هو صاحب سليم وجلال، وتقول لي ستاند باي ومن بعد تشرب معاه في قهوة. لل الله 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 بهي شكي. بسمعك ما نسمعكش يا بنتي. فما زوز حاجات، يا أنا نكمل حياتي عسكر كردونة، يا أنتي كمل حياتك في قلبه. واضح؟ تعليمات شكيب. تعليمات شكيب، تعليمات شكيب. ما عادش كنت تاخذ فيها من التعليمات. شكون عارفك؟ شكون يخلص فيك؟ أم السفساري؟ شو شكيب؟ ما تخرجنيش من سينتير، أوكي؟ وانضبط كي تحكي معايا، كي نقول لك تعليمات معناها تعليمات. باهية؟ ولو كان ماشي في بالك اللي أنت ذكي ياسر، راك أبعد حاجة على الذكاء. وفي عوض ما تبعني أنا وين ماشي وين جاية، مش لو كان مشيت حققت مع الإرهابي يلي سيبته مش خير. أنا إرهابي تحكي عليه؟ ما هو إرهابي تتبهنس عليا؟ الإرهابي يلي شديته بالمكحلة وسيبته، ومن بعد وليتو ترندفو على سيد الطيور، أوكي؟ يلي مشي في بالك ذكي وفايق بكل شيء، وتوا تقعد. قلتك تقعد. اهتز كون بوميرانجا سكاجيك دي كارتا يا تيبيا استافلو في جيفيخ يا نايدو كارتو كاك يا نخديل بويسين اخش اخش. وينك خويا؟ قلت باش تكلمني. شنو هذا؟ كونجي بشهر هاك معناها انا تحبني نصحح لك على كونجي بشهر كامل؟ تنجم تفسر لي علاش؟ المراه ولدت ولازمني نكون بحذاها، ماك تعرف معناها هي تولد وانت باش تنفس في بلاصتها 3 أيام وترجع تشد بلاستك. كو
تخونجي زاد انت علاش فهم مراد دخل واخد اختي واختي واخد مراد واختي في السبيطار حبل 30 يوم 30 يوم كونجي ولو ان نرجع نخدم لو ان تي تخدم على روحك والله شفتها عاديه سهله معناها هو باش ينفس في بلاصتها وانت القابله ما فهميش كونجيات لا انت لا هو وبرشد بلاستك يبعد يبعد يا كوش هاي ليل هذا هي القائمه نتاع الخلايا اللي انت ميلها وهذا شقعد من الكرسي وهذا شقعد من الطاوله قصهم لي من الشهرين البس البرج بتاعك ما كنتش جاي جملهوني كنت مروحة مجمعة استحقوني خسرت للوقت في عباك وموجدوني في بالي جاي نفذ طلعوا يحبوا يحانتروني متاع هذا نحنا تاو هكا اطلع في الكهرباء عطينا المفيد متاع هذا نحنا تاو تتسكع يطلع في الكهرباء ريت كي تشديد على باس الحكاية عندك فيها رايمي على باس بحت من الناس البيعه عندي فيها باي دونك خلنا فهموا بعضنا خير ولا تلقى والخير طاو نلقى وما خير شوف شنو بشي يصير يا تلقى والخير طاو نلقى وما خير ودي تحكي لي كيفاش سبعة من ستاش 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 سبعة من ستاش 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 سبعة من ستاش ستاش ستاش